السياحة في سوريا، ولا نتحدث عن القيود التي تفرضها الحكومة على من يأتي إلى البلاد، وأي شيء يوضع على يوتيوب، وأي شيء تقولونه عن سوريا يمر عبر غربلة من جانب النظام. وبصورة أساسية هذه صفعة على الوجه بالنسبة للسوريين النازحين، أن نرى سياحة ونرى كأن شيئا لم يحدث. حتى استوديوهات السينما تقوم بعمل مواقع لتصوير الأفلام في أماكن دمرها نظام الأسد. هذه السياحة هي شيء قبيح، تعرف أن القائد يمكن أن يقتل حتى 500,000 نسمة، ومع الوقت يتم التطبيع. نتحدث عن السياحة وأشياء أخرى والتطبيع مع الأسد، وهذا درس فظيع للمنطقة وللسوريين.